فعاليتنا اليوم مع النادي حيكون عندنا كمان تيست درايف على ام جي 1. طبعا شفتوها قبل فتره كنا استعرضناها لكن ما اخذناها تيست درايف. حناخذها الان تيست درايف على الكورنيش. شوف هسه طبعا زي ما تشوفين الشاشات كيف باينه كامل، يعني ما شاء الله جاي شاشتين لاصقه في بعض. اوكي طيب بس انطلق فيها الان. ما شاء الله تبارك الله المحرك جبار 1500 تيربو 181 حصان 285 نيوتن متر، ما شاء الله العزم قوي. طبعا الجير عندنا سي في تي. طبعا السيارة ان شاء الله باذن الله حناخذها مستقبلا، احنا اليوم بس كذا تجربة على السريع، بس ما شاء الله السيارة يعني تجربتها للان ايجابية. حناخذها ان شاء الله مستقبلا كم يوم حنجربها نشوف كمان ايش المواصفات اكثر وايش كمان الملاحظات اللي موجوده.